تحية طيبة مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزامنا مع الوضع المتردي في منطقة الساحل وكذلك في ليبيا التي أصبحت أشبه ببرميل بارود، وتزامنا مع مؤشرات توحي بعبور الجزائر إلى بر الأمان بعد اجتيازها لامتحان الرئاسيات ومحافظة حركها الأسبوع على سلميته، تعود أو تقود وسائل إعلام مغربية حملة شرسة ضد الجزائر ورئيسها، إعلام تجاوز أخلاقيات المهنة الصحفية وتحول إلى دكاكين شغلها الشاغل الجزائر ومؤسستها العسكرية، حتى دون أدنى احترام لحقوق الجيرة وواجبات المهنة. بالبنط العريض كتبت ونشرت هذه الدكاكين المنسوبة خطأ وربما زورا وبهتانا إلى مهنة الصحافة، كتبت بالسم بدل الحبر، تقول إن وصول السيد عبد المجيد تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار، فأي صلح يريده حراس المخزن وهم ينفثون سموما ويعلنون جهارا نهارا عن عدائهم لكل ما هو جزائري. لصالح من تشتغل هذه الدكاكين الإعلامية ومع من يتصالحون وهم يشهرون عداءهم للجيش الجزائري الذي خرج من صلب الشعب الجزائري وكذلك للرئيس الجزائري الذي اختاره الشعب الجزائري؟ هي أسئلة أخرى مشاهدينا الكرام نطرحها للنقاش في هذه الحلقة من برنامج في المزاد. ابقوا معنا نتابع هذا التقرير ثم نعود من جديد. تصعيد إعلامي مغربي ضد شخص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. فمنذ إعلان فوزه برئاسية 12 ديسمبر الفارط أطلت صحف مغربية برأسها لتنفث سمومها على الرجل بأمر من لوبيات وأبواق المخزن التي لم يعجبها توجه الجزائر نحو التغيير الديمقراطي السلس. صحيفة الصباح المغربية اصطفت وراء آمرها وموجهها بالإعاز لتخرج علينا بمقالات موجهة وبطريقة غير أخلاقية في التجريح والإساءة لشخص تبون في عديد المرات، ما يجعل المتابع لها يطرح استفهامات عدة: لماذا هذا التحامل والتجريح؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ إعلام المخزن ركب أمواج التهويل الإعلامي باستعماله قضية الصحراء الغربية المحتلة، الإرهاب والحدود البرية. في مقالاته تعلن توجس نظام المخزن من الرئيس تبون، سيما بعد إعلانه في عديد الخرجات عن ضرورة اعتذار المغرب من الجزائريين قبل الحديث عن فتح الحدود معها، مؤكدا أن شعب الجزائر والمغرب إخوة ولا تفرقهم خلافات سياسية. ورغم أن التصريحات الرئيس كانت واضحة، غير أن كلامه أزعج نظام الرباط الذي خابت كل حيله وطرقه في الإساءة لبلد الجزائر. أسلوب المغرب الإعلامي ليس وحده من أظهر قلق الرباط من ترأس تبون قصر المرادية، فحتى تهنئة العاهل محمد السادس لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتأخرة حملت هي الأخرى عبارات دبلوماسية منمقة كالحديث عن صفحة علاقات جديدة وحوار متبادل لتكون الرسالة مكتملة المعاني: وصول الرئيس تبون إلى الحكم بانتخابات ديمقراطية ونزيهة أخلط أوراق المخزن من جديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الجزء الأول من البرنامج. التقرير كان للزميل وليد حميش لمناقشة هذا الموضوع بأبعاده بخلفياته وتفاصيله. أسعد باستقبال كل من السيد محمد خلفاوي، عقيد متقاعد ومحلل أمني. سيدي مرحبا بك معنا. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. أيضا يحضر معي لأول مرة في بلاتو برنامج في المزاد سيد وحيد بوطريق، وهو ناشط سياسي ومحلل. مرحبا بك سيدي. مرحبا. شكرا على تلبية الدعوة. بطبيعة الحال يحضر معي الأستاذ في العلوم السياسية والمحلل الدكتور علي ربيج. دكتور مرحبا بك معنا. مساء الخير سعيد. إذن أذكر قبل أن نبدأ في الأسئلة مشاهدي الكرام، أذكر أننا في الشق الثاني من البرنامج سوف نعرج على تطورات الأزمة في ليبيا والدور الذي يمكن أن تلعبه دول المغرب العربي في هذه الأزمة أو لحلحلة هذه الأزمة. أبدأ معك مباشرة العقيد المتقاعد محمد خلفاوي. شكل فوز السيد عبد المجيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية صدمة كبيرة كما كنا نتابع في التقرير للرأي العام المغربي وللصحافة المغربية أيضا. قلت الإعلام المغربي الذي كما يعرف الجميع يعكس بوفاء كبير وبإخلاص السياسة الرسمية للمخزن، لماذا هذه الصدمة الكبيرة وهذا رد الفعل من وصول السيد تبون لرئاسة الجمهورية؟
يا أولا دعني نقول أنه الصحافة المغربية وحتى يعني المخزن بصفة عامة كان منذ استقلالنا كان يعني يتهاجم على الجزائر وعلى قيادتها بصفة عامة، حتى بومدين ما سلكش منه ولا الشاذلي الجديد ولا غيرهم، كان يتهجم مشكلته أو قضيته هو أنه في فهمه هو أنه الجزائر منعته باش يستعمر جهات أخرى أو أخذت منه فترة يعني سنين. وقفت مانعا دون أطماعه الاستعمارية. نعم. نفس الشيء يعني في 63 لاغير دي سابل حرب الرمال في سبتمبر ولا أكتوبر حرب الرمال هذيك، نفس الشيء كانت أطماع له ما لا زال في أطماعه. نعم. لكن هذا الأنظمة هذه ما معروفة باش يعني يكون عندها انستابيليتي تاع الاستقرار في النظام السياسي، استقرار في النظام السياسي تاعها، لازم تخلق عدو حتى توجه انظار شعبها لهذا الامر وتنسيه او تخليه يتجاوز او هي يخليه يعني يعطيه الوقت ولا المساحه باش يكمل الحكم تاعه ولا برامجه ولا اذا كان فيه برامج. وبالتالي يعني ما نتفاجئوش احنا من خارجات مثل هذه، خاصه يعني اولا دون مستوى دون يعني اوكين مورال، لانه تتكلم على رئيس يحب ام يكره يمثل وطن. صحيح. يمثل وطن مهما كانت الشيء، يقول ما يريد يمثل. صحيح. الوطن، وبالتالي يعني ان بو دو ديونتولوجي وشويه احترام النفس. صحيح. يخليك تمنع على نفسك الكلام القبيح هذا. تقدر قول بالتأكيد. قول اذا كان عندك ما تقول. نعم. قول اذا كان هناك انتقاد بناء يعني ايجابي، معليش لو نعم. لكن يعني الكلام. نعم. الكلام يعني اصبحنا من صحف ما تقراش. صحيح. ومن الافضل يعني حتى يعني كي نذكروها الان في قناه جزائريه ربما يعني يعطيناها قيمه اللي. نعم. ما تستاهلهاش. طيب. هذه حقيقه. طيب سي محمد، خلينا نروح للسيد وحيد بوطريق. سيد وحيد، انت يعني انا اعرف لك متابع جيد لهذا الملف وهضم ربما تفاصيله بطريقة يعني كبيرة وكبيرة للغاية. التمادي والتحامل في بعض الدكاكين الإعلامية المغربية مثل ما كنا نتحدث وكان يتحدث العقيد محمد خلفاوي وصل أحيانا إلى حد التجريح في شخص الرئيس. هم لم ينتقدوا نظاما سياسيا بل انتقدوا شخصا محددا مسميا باسمه، كقولهم مثلا لا يحسن فن الخطابة، رجل كثير التدخين، يعني هناك سقطات كبيرة جدا. سؤالي هنا بالضبط سيد وحيد، عن ماذا تنم هذه السقطات بصفة عامة؟ وهل من مهام الإعلام أن يخوض في مثل هذه المسائل الشخصية؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لحوصلة عامة على المغرب. نعم. وهذا في التاريخ ونبداك حتى من 56، يعني قبل ما أجيبك على الصحافي، لأن الصحافي ليس حر وهو المخزن، هو اللي يقرر في كل شيء وهو الملك والحاشية أنت الملك. نعم. هي التي تقرر، هذا ليس بلدا. التاريخ يشهد أنه المستوى أنت المخزن هما دولة حاقدة، دولة حاقدة ودولة لها عقدة من الجزائر. نبدأك في التاريخ، قدم المسؤولين الجزائريين حبوا يديروا حسن الجوار ويحسنوهم، قدما هما كل يوم كانوا يخالفوا هذا الطريق. مثلا في 56، نعطيك هنا حوصلة بعجالة. نعم. في 56 هناك طائرة كان نورمالمون يمشي فيها الملك مع القادة الجزائريين إلى تونس، ولكن الطائرة أخذوا بعد ساعتين تبدلت الطائرة والملك قال يتعطل ويمشي في طائرة أخرى مع حرامه، ونعرف ما جرى، اختطفت الطائرة، وهذا لأنه كانت كاينة هناك محادثات جد متقدمة مع الموفد الجزائري لاستقلال الجزائر
لإجهاض هذا. نبقاو في الحاضر فقط لصيد وحيد، لأنه إذا كان رحنا في التاريخ نعرف باللي راح يخلص وقتنا وما نكملوش. في عجالة في عجالة نعم في عجالة. 56 وقع واش وقع وهما القادة. في 56 هناك باخرة راحت لنا تاع سلاح وكسترا. زيد مشينا 63 احنا كنا في مشاكل، عندنا مشاكل نتاع الوفاة فاس، عندنا مشاكل نتاع في بالسكرة نتاع شعباني نعم. وهما زاد خلقوا لنا المشكل تمتم. زيد وجينا في التاريخ مشينا حتى ل 78 خلقوا لنا مشكل لما بومدين كان مريض، رموا لنا السلاح في كابسيغلي. زدنا حتى مشينا معهم 69 هناك معاهده نتاع حسن الجوار وترسمت الحدود، ولكن خانوها بعدين. شفنا واش صرا مع حكايه البوليزاريو، شفنا في 94 كيف الجزائر كانت متضايقه عليها من كل جهه. الوزير نتاعنا اوليو ينزل في شال في, في في اورلي مع 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 المواطنين، ولا ينزل في مع لا مارشانديز في الشارل دو غول، واحنا محتاجين الى الجيران يعني موقوش نعم. معنا غلقوا علينا الحدود. طيب سي واحد معلش خلينا باش نتقدموا شويه في السؤال وبعدين نرجعوا لهذا الجوانب كلها يعني بالتفاصيل. دكتور علي ربيج، يعني انت استاذ العلوم السياسيه تدرس طلبه قد يصبحون قريبا يعني صحفيين يواجهون الراي العام بكتابات ومقالات وتحليلات وخطابات الى غير ذلك. ربما هنا اعيد عليك من منصبك هذا، اعيد طرح السؤال عليك شخصيا، هل من مهام الاعلام ان يخوض في مثل هكذا احاديث ويصل احيانا الى تجريح شخصي في حق شخص يمثل دولة بسيادتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعيد، تحية لك وللضيوف ولكل المشاهدين. هذا إذا كان نتكلم على الإعلام يجب أن نتكلم إعلام بشكل عام نعم. على أساس أن الإعلام في العالم يسود ويتم إدارة كسلطة يعني سلطة رابعة، ليس بالصورة التي الآن موجودة في العالم العربي أو نعم. في المغرب أو في الجزائر أو حتى في إفريقيا. فلما نتكلم اليوم عن الإعلام وما يشنه من حملة ضد الرئيس ترامب مثلا قناة CNN، لا يمكن أننا نقارن ما يحدث الآن فيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية المغربية، الذي من بين أوجه هذا الخلاف هو إعلامي. يعني شوف أنت منذ 63 فقط للتوضيح فقط دكتور علي ربيج، CNN قناة أمريكية نعم. تخاطب يعني تنتقد الرئيس الأمريكي صحيح. طيب هذا أمر طبيعي أنه طبيعي. قناة وطنية تنتقد رئيسها، لكن لا يحق ربما يعني من 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 الأمور الكبيرة أن تنطلق قناة من بلاد تجرح رئيس دولة أخرى صحيح. أما أن تنتقد قناة وطنية رأسها فذاك يعني أمر داخلي عادي. وهذا اللي حاب نرجع ليه نعم. أنا فيما يتعلق بالدور الإعلام في العلاقات الجزائرية المغربية، في بعض الأحيان الإعلام وسائل الإعلام تأخذ واحد المنحة تصاعدي في العلاقات ما بين الجزائر والمغرب، وهذه ربما من المسائل التي في بعض الأحيان شوشت على العلاقات الجزائرية المغربية. اليوم المغرب في هذه الخطوة من خلال هذه الأصوات اللي راهي تخرج من المغرب التي تشوش وتصعد في ما يسأل فيما يتعلق بطبيعة ورمزية العلاقات الجزائرية المغربية نعم. المشكل واضح، وتاريخ العلاقات الجزائرية المغربية معروفة تاريخيا ومعروفة حتى بعد الاستقلال. اليوم فيه ملفات عالقة ما بينه وما بين المغرب، هي التي ربما المغرب ينظر إلى الجزائر على أساس أن بمواقفها هي تقف ضد مصالح المغرب، وعلى رأس هذا الملف ملف الصحراء الغربية صحيح. فهذا الحكومة، وهنا يجب كذلك أن نفرق بين المخزن كحكومة وكنظام سياسي وبين الشعب المغربي. لا الشعب المغربي حاجة أخرى، لا نتحدث عن الشعب المغربي. وهذا كان واضح نعم. في الخطاب الافتتاحي اليمين الدستوري للسيد عبد المجيد تبون. الآن ربما الذي أقلق السلطات المغربية والذي من خلاله أعطى الضوء الأخضر، وهنا علاش نرجع لك كدت مقارنة بين الجزائر نعم. والولايات المتحدة الأمريكية. هنا الإعلام المغربي هو إعلام موجه، ولا يمكن أن يسبح أو يخرج دائر خارج حدود سيطرة النظام السياسي نعم. فلهذا هو موجه، ولهذا في بعض الأحيان لما تستمع إلى مثل هكذا أصوات تحس وتعرف باللي كاين هنالك ضوء أخضر من طرف جهات ما، ربما تستشف منها الموقف الرسمي للنظام نعم. فالآن العلاقات الجزائرية المغربية أنا لا أعتقد أنها سترتهن بمقال أو بصحافة صحيح أو صحيح هي صحيح. تتجاوز هذا الأمر صحيح. ولهذا أعتقد ربما الذي
أقلق وكان كان خطاب واضح وكان تصريح واضح للمترشح أنذاك السيد عبد المجيد تبون ثم الرئيس فيما بعد رئيس وكان واضح في الموقف تاعه وقال العلاقات مع المغرب علاقات تاريخية ونحترمه وشعوب وكذا ولكن هو ربطها بمسألة تفجيرات مراكش ل 1994 التي 94 نذكر فقط استاذ علي اذا كان سمحت لي فقط بالنسبه مع السيد المخرج اذا كان معنا البروفيسور بوزيد بومدين اعتقد على الخط الهاتفي لست ادري نعم اذا نحاول ان نربط الاتصال هو ذكر نعم. الى جانب الملف الصحراوي لكن الملف الصحراوي نذكر المشاهدين انه في 89 لما درنا اتحاد المغرب العربي كان موجود ملف الصحراء وتم الاتفاق بين القادة على تحيين هذا الموضوع ومشى على 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 قناة أخرى وهي متروكة اليوم على أساس مجلس الأمن وعلى الأمم المتحدة تشوف هذه القضية قنوات دولية. هل اليوم المغرب عنده استعداد أنه يوضع هذه الملفات الشائكة على رأسها المغرب الصحراء الغربية جانبا ونمضي في هذه العلاقات؟ هو ذكر على أساس أنه تم تعامل بطريقة جد عنيفة فيما يتعلق بهذه التفجيرات 1994 وين فرضت السلطات المغربية وين طردت كذلك جزائريين خرجوا من الفندق وتم طردهم بطريقة. الآن هو طلب شرط كرئيس يمثل الشعب الجزائري نعم. قال طيب. إذا حابين نرجع دكتور نعم. دكتور يشار لي من غرفة المراقبة أنه معنا البروفيسور بوزيد بومدين. بروفيسور مساء الخير. مساء الخير اهلا مرحبا بك وتحياتي لضيوفك الكرام والمشاهدين. شكرا جزيلا بروفيسور في كل مره نتمنى ان تكون معنا هنا في البلاطو ولكن لضروره احكام كما يقال سؤالي مباشره إن شاء الله. بروفيسور ان شاء الله في الايام القادمه نعم. باذن الله سؤالي مباشره بروفيسور في غالب الاحيان يعني كما يقال رد الفعل يساعدنا على فهم سرائر الاخر البعض يعني هنا في الجزائر يرى ان سلوك الاعلام المغربي عموما وسلوك صحيفة الصباح المستفيدة من تمويل المخزن كما تعلم أنت ويعلم الجميع وأيضا دعم المخابرات المغربية خصوصا أنهم كانوا يتوقعون فشل الانتخابات في الجزائر أولا وخروج الحراك الجزائري عن سلميته وعودة البلاد إلى نقطة الصفر ربما إلى وضع سنة 1990 وعندما ظهرت النتيجة عكسية تماما وخالفت توقعاتهم وحدث العكس كان رد الفعل الذي نشاهد الآن هو هذه الهجمة الشرسة على الجزائر. في الحقيقة أن الجريدة التي ذكرتها وجريدة الصباح هي بعض الجرائد ما زالت تعشعش فيها بعض الأقلام التي كانت تنتمي حزبيا إلى الحزب الاستقلال والحزب الحاكم سابقا الذي فعلا أزم الوضع في العلاقات مع الجزائر بمعنى أن هذا النوع من الإعلاميين الذين يساعدون في الخلاف الجزائري المغربي معروف توجههم السياسي وأيضا انتماءاتهم الحزبية ولكن الإشكال الحقيقي هو أيضا في كون أن بعض الإعلاميين والمثقفين المغاربة في الحقيقة يعملون جهدهم وإمكاناتهم في ليس في حلحلة الوضع بين الجزائر والمغرب بل في تأزيم الوضع وأعتقد أنهم من خلال قناة فرانس 24 لاحظنا سيطرت بعض الإخوة المغاربة على هذه القناة وبالتالي توجه القناة صحيح توجه فرنسي ولكن في نفس الوقت بتحريض من بعض الصحفيين الموجودين في هذه القناة قناة فرانس 24 وبالتالي أعتقد أن العمل المخابراتي المغربي واضح منذ سنوات ليس منذ الآن ولكن العمل المخابراتي لا يتجسد فقط في الإعلام يتجسد أيضا في دخولهم على الخط وفي تحالفهم مع الفرنسيين أحيانا في قضية المالي المالي هو الملف الذي ضاع منا كما ضاع منا ملف ليبيا وأعتقد أن حديث رئيس الجمهورية اليوم فيما يتعلق بأن محيطنا معقد صحيح محيطنا معقد بقوة في ليبيا وفي المالي وفي النيجر ولكن هذا التعقيد جاء من إخفاق دبلوماسي سابقا ولذلك على رئيس الجمهورية أن يسرع في العملية السياسية الدبلوماسية لأن العملية العسكرية أو الحدود محمية صحيح من جيشنا ولكن نحن لسنا ناجحين إلى حد كبير في عملياتنا السياسية وأنت تعرف أن الأزمات السياسية أو الجغرافية السياسية قد لا يحددها العسكري ولكن تحددها الدبلوماسية
العسكرية أحيانا تأتي تالية أو تأتي قبله ثم تأتي الحل الدبلوماسي. نعم. ولذلك التصعيد الذي وقع الآن في بين في العراق وفي إيران وفي غيره نحن لسنا بعيدين عن مثل هذه التعقيدات. بروفيسور بومدين. نعم. طيب أنا أعلم جيدا أنه في مسارك الأكاديمي الجامعي اشتغلت كثيرا على الملف المغربي وكذلك ملف العلاقات ما بين الجزائر والمغرب، ولذلك أوجه هذا السؤال مباشرة لك أنت المختص في هذا المجال. الصحافة المغربية كما تعلم ومن ورائها المخزن يسوقون الآن في هذه المرحلة لملف تقريبا ملف شيطاني وخطير جدا، ولكنه في الوقت نفسه يعني ملف مفضوح ويعطي تفسيرا لما تفكر فيه النخب المغربية. هذا الطرح يقول مؤسسة الجيش في الجزائر توظف بقوة ورقة العداء للمغرب كي تبقى على حكمها للبلاد وتحكمها في وتحكمها في صناعة الرؤساء، بمعنى أن الجيش الجزائري صنع الدولة الجزائرية وصنع معها ورقة العداء للمغرب كآلية حكم، وهذه الورقة سوف تسقط قريبا لأن الحراك متشبث بموقف دولة مدنية بدل دولة عسكرية. هذا ما يسوق الآن يعني في أوساط النخب المغربية. طبعا النخب المغربية على أنواعها. أنت تعلم جيدا أن في الوعي المغربي يصنعون أحيانا على أن الجزائر أو على أن الدولة المستقلة الجزائرية الوطنية منذ 62 هي منتهكة للمغرب وقد أخذت جزء من الأراضي، وحتى في تعريفات المثقفين موجود هذه الأشياء. والأسف يعني أن النخب العلمية الثقافية في المغرب ليس كلها، لأن أنا أساسا لي أصدقاء وأحضر معهم في ملتقيات علمية ونختلف في بعض المسائل، ومنها المسائل أنهم للأسف أن النخب المغربية والسلطة المغربية مرهونة للذاكرة، والإنسان عندما يكون مرهونا للذاكرة مشكل كبير في أنه يبني مستقبل ويبني علاقات على أسس مصالح. ولذلك الإخوة المغاربة نخبة وسياسة ينبغي أن يتحرروا من هذه الذاكرة، وينبغي أن يكتبوا أيضا تاريخ ليس بمضى المرينية، لأن المرينيين كانوا حاربوا تلمسان وذهبوا إلى تونس وبالنظرة المرابطية والنظرة الموحدية ويعيشون هذا الحلم من جديد. نعم. إذن ينبغي الآن المغرب أن ينظر إلى مسألة نظرة سياسية، نظرة مصلحية، لأن من مصلحة المغرب ومن مصلحة الجزائر أن نذهب إلى اتفاقات اقتصادية واستثمارات اقتصادية بينية، ولكن هذه المسائل لا تحل خارج قضية الصحراء الغربية. صحيح. قضية الصحراء الغربية هذا هو الطرح الجزائري. نعم. أن قضية الصحراء الغربية لا يمكن حلها وحدها وحل مشكلة الحدود وحدها، الأمور مترابطة مع بعضها البعض. أنا أعول أساسا على أساس أن الدبلوماسية الجزائرية ستتحرك في هذا الاتجاه، ولكن ينبغي أن يكون هناك تجاوب مغربي في هذه المسألة على أنه يتجاوز الطروحات التاريخية وعلى أنه طيب بروفيسور ما يترتب عليه الشرعيات الدولية. بروفيسور بومدين أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، سأعود إليك بعد قليل. أرى أمامي الآن الضابط المتقاعد محمد خلفاوي يتأهب وربما لديه تعقيب عما كنت تتحدث به، تفضل سي محمد. لا أنا كنت لاحظت في الكلام فقط لما يقول على الجهاز الدبلوماسي اللي يتحرك بالفعل هذا شيء يعني واضح، لكن كي التفت النظر تاعي هو الدفاع تاع وطن بصفه عامه. نعم. يبدا بالجبهه الداخليه باش تكون يعني قويه، السلاح الاستراتيجي هي الدبلوماسيه. صحيح. وفي اخر المطاف الجيش اذا كان أخفقت الدبلوماسية وشيء. نعم. فكاين الجيش من وراء، من وراء كاين الجبهة الداخلية. نعم. وبالتالي هذا الشيء اللي تبقى المغرب في الوقت ما الذاكرة تكلم حتى الملك المغربي وشكر نوعا ما. تقصد الملك المغربي الحالي أو السابق؟ الحالي. الحالي محمد السادس. شكر. نعم. لتبون الرئيس التهنئة. نعم. لأنه في وقت تبون لما سألوه لما قبل ما يكون رئيس. صحيح. كي كان أيام الحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية. نعم. كان سألوه على العلاقات الجزائرية المغربية. على الحدود. نعم. وقال الحدود ما حاش تبقى للأبد مغلوقة. صحيح. ففيها عمل، فيها يعني فيها تبادل حتى نشوف إذا كان تفتح. دونك سيتي ان بوين بوزيتيف. لما صرح وقال الصحراء الغربية قضية
c'est une affaire de l'ONU et de l'UA, c'est-à-dire l'Union africaine ou l'ONU. Enfin, ils ont calibré ces choses. لازم تمشي. هذه الموقف موقف نعم. ما قال أبو مدين رحمه الله ما نبنيش المغرب على أجساد الصحراويين. نعم الشعوب. طيب سي محمد يصلي الآن أن نروح الفاصل الإشهاري ونعود لنواصل النقاش. مشاهدة الكرام تفضلوا بالبقاء معنا، ما زال هناك وقت طويل للنقاش في هذا الموضوع.